صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعك شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا بها أنفسكم وإخوانكم. الصلاة على النبي تفريج للهموم، بالصلاة على النبي تنفيس للكروب، بالصلاة على النبي استجابة للدعاء، بالصلاة على النبي مغفرة للذنوب. ليش ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكتب لنا بها الحسنات، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نرفع بها درجات، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحط عنا السيئات، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الرزق، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح البركة، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأمر يبدأ فيه بنفسه، ويثني بملائكة قدسه، ويثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه، ليش ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يا رب العالمين، من نشر هذا المقطع وذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقه الذرية الصالحة، واغفر له ولوالديه. اللهم صل على محمد وعلى